نورتونا واهلا وسهلا فيكم. طبعا اليوم حلقه مميزه لانها بتحكي عن شيء كثير 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 حلو ومميز. كل اللي جايين عندنا اليوم فنانين طبعا باشكال مختلفه، بس احنا مركزين اكثر على المسرح واهميه المسرح بكل مدرسه واهميه المدرسه لكل صديق من اصدقائنا. وراح نشوف بعض من الاصدقاء المميزين سواء مدرسين ومدراء وقائمين على اعمال المسرح، قديش بيدعموا المسرح وقديش بيحسوا هذا الاشي مهم لكل الاطفال، وشو ناويين يعملوا مشاريع جديده لكل الاطفال خلال المشاريع القادمه. اهلا وسهلا. شيل التليفون، شيل التليفون اول، اوكي؟ كل شيء تمام؟ اموركم تمام؟ طيب، انا هلا معي اصدقائي الاطفال، بدي اقول لكم شيء كثير. الفترة الأخيرة طبعا انتم بتعرفوا التربية والتعليم اصدقائي، يعني احنا وياهم يعني توأم مع بعض، احنا ما بنقدر نفترق عن بعض. بس الفترة الأخيرة انا تعرفت على اصدقاء كثير حلوين وشاطرين ويساعدونا على طول وبيدعموا الاطفال. وهم خصيصا لهم علاقه بكل الفنون المتعلقه بالاطفال، وين ما كان طبعا، بكل المحافظات. فمؤخرا اكتشفت انه هدول الاصدقاء نفسهم بيشتغلوا على دعم مسرح الاطفال. هدول الاصدقاء بدي اشير لوجودهم كمان ولدعمهم للاصدقاء دائما، الاستاذ صادق خضور، حيوه، مدير عام الأنشطة. طبعاً مدير عام الأنشطة في التعليم، التربية والتعليم العالي، وصديقنا المميز اللي بيصاحب الأطفال في كل العروض، رياض سوالحة. طب حقيقي بتحبوهم ولا لا؟ جد يعني عن جد؟ تمام. طب امسكوا الميكروفون يعني إذا عشان نسمع اللي قال لا. طيب، اول شيء الاصدقاء اللي موجودين معي، لكل الاصدقاء بالبيوت حابة اعرفكم انه مؤخرا هم من الاصدقاء اللي طلعوا ومثلوا فلسطين بعروض مسرح المدرسي في تونس. وبتعرفوا تونس هي كثير بتهتم بالمسرح وبتهتم بكل الفنون، بس كانت طبعا عروض اصدقائنا الفلسطينيين اللي رفعوا راسنا عالي عروض مبهره جدا. وانا الصراحه ما بحكيش من بعيد، شفت عن قرب يعني، كنت موجوده معهم وشفتهم قديش كانوا مبسوطين وقديش عم بيعملوا شيء حلو، قديش الناس اللي هناك حبوهم وحبوا شو عملوا، حبوا عروضهم وحبوا تقديمهم وحبوا كل شغلهم اللي عملوه هناك في تونس. لهيك بدي أحيي كل أصدقائنا اللي طلعوا ومثلوا فلسطين في مسرح المدرسي في تونس. يا صديقاتي وأصدقائي، طبعاً جزء منهم من الشمال وجزء منهم من الجنوب، تخيلوا شمال جنوب، عرض شمالي عرض جنوبي. عشان هيك خلينا نبلش من هون نتعرف على صديقاتي، ورح يحكونا من أي مدرسة وإمتى شاركوا بالضبط. مرحبا، أهلين. شو اسمك؟ أنا اسمي سارة محمد الطردي، من بلدة تفوح من الخليل، من مدرسة تفوح الثانوية للبنات، طبعاً بمساعدة معلمتنا. والله كبرتي يا سارة، صرتي ثانوية. طيب، بمساعدة معلمتنا ست شروق زهدي، كانت المشرفة على العمل، وكان يشرف علينا الأستاذ رياض صوالحة باستمرار. دربنا على مسرحية كانت من تأليفنا. كانت تحمل قضية كثير مهمة. مش حابة تقولي شكرا لمس شروق ونحييها؟ طبعا شكرا جزيلا لمس شروق، أكيد يا ريت. سقفي لمس شروق، وينها مس شروق؟ منوري مس شروق حبيبتي. طيب احكي لي عن هاي التجربة، عملتوا اشي من تأليفكم. صعب يعني، الواحد بفكر انه لما يكون عامل اشي من تأليفه بيضلوا متردد، معقول رح يعجب الناس، معقول رح ينبسطوا، معقول رح يكون بمستوى العروض اللي كانت هناك. خاصة انا حسب ما شفت في عروض كانت من النمسا، وكانت عروض من الجزائر، وكانت عروض من مناطق كتير، صح؟ طبعاً. فكيف خفتوا اولها بهاي المشاركه؟ خفتوا؟ هلا هو المسرح له رهبته اكيد يعني طبعاً. فاول ما تدخلي على المسرح اكيد بتخافي باولها، بس بعدين مع التدريب شوي شوي بيروح الخوف. بعدين لما انت بتحكي عن الواقع او بتمثلي مسرحيه عن قضيه بتصير معنا هون طبعا في فلسطين، بتحسي حالك فعلا بتوصلي رساله مهمه لجميع الناس يعني. برافو عليك يا ساره. فكانت مسرحيتنا عن التعليم في فلسطين بالذات، طبعا مسرحيتنا اخذت طابع كوميدي لهيك عجبتهم للناس فحبوها كثير. فكمان بطريقتنا وصلنا رساله للناس انه كيف
شوفي احنا بنعاني بتعليمنا في فلسطين طبعا بسبب ضغوطات الاحتلال وغيره. بس انتوا حكيتوا كمان، انا شفت احدى العروض عن رمز مهم بفلسطين وفرجيتوه للعالم، وخاصه يعني اشعار فدوى طوقان، انتوا حكيتوا عن فدوى طوقان واشعارها واصله لكل العالم، فكانت وصلت شخصيتها، التفاصيل اللي احنا ما كناش نعرفها ومش كل الناس عم تعرفها، وخاصه برا مش كل الناس عم تعرفها، وصلت من خلال تمثيلكم البسيط لشخصيتها وشخصيتها وحياتها وطبيعتها. كانت صعبه عليكم هاي القصه؟ طبعا ضمن امكانياتنا المحدوده قدرنا نعمل سكتش مسرحي لفدوى طوقان. وصلنا من خلاله انه في عند انه شو في فلسطين شعراء وشو في فلسطين. صحيح. طب ابداعات كثيره يعني. طبعا وصلت رسالتنا للناس لدرجه انه كان الجمهور عم يحضرنا وكانوا عم يبكوا. صحيح. فلما نزلنا صار الكل يحكينا وصلتنا رسالتكم، فهذا شيء كثير ببعث السرور. يا عيني عليك يا ساره، تحيه لساره. تعرف عليكي؟ انا اسمي اسم محمد الطردي، من مدرسه تفوح، من مدرسه الخنساء، او مدرسه الخنساء. اهلا وسهلا فيك يا اسيا. اسيا انت كمان كنت ضمن الفريق اللي شارك تونس السنه الماضيه صح؟ احكي لي عن هاي التجربه، قديش اضافت لك وقديش كانت بالنسبه لك مهمه؟ كانت تجربه كثير كثير حلوه، واستمتعنا يعني في الروح على تونس والمهرجان مرحبا. أدينا المسرحيتين فدوى طوقان وكان عن المدارس، أديناها وعجبتهم. أكيد عجبتهم كتير كمان. شكرا آسيا. أنا اسمي ألا أحمد خميسة من تفوح. ألا بتذكر كنا نجننها ألا. أهلا يا ألا، كيفك؟ ألا مفرد ألا يعني. ألا مفرد يعني ضروري المفردات والتعقيدات. طيب ألا احكي لي، لما اجوا من الانشطه وقالوا لكم انتم راح تكونوا تمثلوا فلسطين ما بين كل المدارس اللي موجوده بفلسطين، انتم اختاروكم كفريق مسرح بالمدرسه، لحتى كيف كان شعوركم؟ قديش بالنسبه لكم حسيتوا انه الموضوع بالنسبه لكم شيء مميز ومختلف؟ هو اصلا اول شيء لما اجى الاستاذ مثلنا قدامه، وبعدين صار يقول لنا يعني انه ممكن في امكانيه نطلع على تونس. احنا اول شيء ما كناش مصدقين، لانه اصلا احنا ما عملناش سفرنا، احنا تحت احتلال يعني قليل ما بيسافروا من المدارس. فميسم كانت تضلها تقول لنا يعني بس انتم تفائلوا خيرا تجدون، والله انا متاكده هيك يعني احنا اصلا مش مصدقين. مين الفكره كمان مجاني. حسيتوا انه الفكره انه يمكن تكون كمان المنافسه شديدة. صعبه، لانه انت بتحكي عن كل مدارس الوطن صح؟ فكنا يعني مش يعني انه عارفين انه مش رح هيك، بس انه مين اللي كان يشجعنا اكثر؟ ميسم كانت تضلها تقول لنا بس انتوا تفائلوا، بس انتوا ان شاء الله بنفوز، بس انتوا تضلكوش تحبطوا حالكم، هيك كانت تقول لنا يعني. يعني عليك يا تحيه لميسم اللي على طول بتضلها تشجع. تفائلوا بالخير تجدوه، اوكي؟ ولما لما الاستاذ هو خبر الست شروق، وست شروق خبرت ساره. كيف ست شروق اجت خبرتكم يا بنات؟ طبعا على التليفون، لانه كانت مخلص الدوام يعني كان مخلص الدوام. فخبرت ساره، وساره اتصلت علي شو سوت ساره؟ قامت قالت لي انه حبت تتفلم عليك. حبت يعني تعمل بعرفها فيلم. افلامها لساره انا بعرفها. صارت تقول لي يعني عادي تنصدميش كثير عادي، يعني احنا كنا عارفين انه مش رح ننتقل وما نقونا عادي يعني، مشينا غيرها هيك. بعدين اتفاجأت كانت يعني، وبعدين هي بتقول لي بتعرفي شو، وصوتت هيك وصارت تقول نطلع على تونس، وانا برضه صرت اصوت معها، ويا الله الدار كلها يعني تقول شوفي، وانا اقول لهم بدي اروح على تونس. شفتوا قديش بتفرحوا؟ شفتوا؟ ما حدا صدق حبيبتي، وانتوا حتى ما صدقنا الا لما رجعنا. ورحتوا وعملتوا اشي كثير حلو فعلا، كانت يعني كانت عروض مميزه لإلكم، وبرافو عليك صديقتي الا. شكرا. انا اسمي سعاد سعيد من سعاد سعيد. حلو والله، اسم فني على فكره، مبيني فنانه. انا بتخيل انتوا اخترتوا الفريق كله عشان سعاد سعيد صح؟ طيب سعاد سعيد من الخليل، من دفوح، من مدرسه السيده زينب الاساسيه للبنات. طبعا اشي مميز كثير انه هيك انه كنا نروح، خصوصا انه كنت انا اصغر واحده في الفريق، لانه انا كنت في سادس في المريول الازرق، انه احنا كيفنا نروح. اكيد ما اخذتيش المريول الازرق معك؟ لا اخذتوه للتمثيل. صح، انتوا مثلتوا. بس هي ما كان دورها من الطالبات يعني، كان دورها راوي.
أنا كان دوري الأب واللي هو الراوي إنه ببقى زي عجوز اختيار ببقى في المسرح داير إنه كان دورك مؤثر وكأني وكأني أنا بدي أخليهم يضحكوا قبل ما يجيهم الضحك الأكثر. ميس ميس تفاءلوا بالخير تجدوه. ميسم تفاءلوا بالخير تجدوه. كيف أنتوا شكلتوا الفريق داخل المدرسة وشو بيعني لكم المسرح؟ قديش بتحسوا إنه أنتوا بتكونوا مبسوطين وأنتوا عم بتمثلوا عم تعملوا الأشياء اللي بتحبوها؟ شعور يعني وأنت بتمثلي يعني شعور يعني كيف مش أنا بنفسي يعني بشاف يعني أصوره لأنه شعور يعني كيف بيكون من الجو من جوا من جواتك وأنت عم بتمثلي بتحسي بالدور ما يعني إنه ما بتحسي بأي حد قدامك خلاص أنت بس بتحسي بدورك وبتعملي دورك فيعني هذا الشعور مش زي أي شعور تاني يعني. من ناحية كيف إحنا جمعنا نفسنا كنا عادي يعني زي أي طالبات كانوا نص صحبات ونص عادي يعني. فمن ناحيتي أنا إنه مرة سمعت إنه زي إنهم عاملين زي مسرحية صغيرة يعني في المدرسة فخلاص أنا يعني إشي في تمثيل هيك إشي بتحبي أيوة يعني كتير بحب هذا الإشي فإنه حاولت إني كل حتة زي إن أروح وأقول للمس إني أنا حابة وكذا أشارك فإحنا كنا أكثر من واحدة وطبعا يعني في واحدة مميزة عن الثانية واحدة مميزة عن الثانية وهذا مع يعني مع الوقت المس بتكتشفه وبتنقي إنه زي يعني بنات إنه خلاص مميزات خلاص يعني هم اللي هم يكونوا تبعون الفرقة فإنه إحنا كمان زي صحبات وإحنا بنعرف بعض أصلاً فهذا كان كتير إشي حلو هذا شجع هذا يعني دعم الموضوع إنكم بتعرفوا بعض جوا المدرسة كمان إنه لما إحنا نكون بس لفتني إنه يعني مش كلكم بنفس المدرسة كمان إحنا مش كنا بنفس المدرسة بس كنا نعمل أي إشي المهم إنه يعني زي نحقق حلمنا أو إنه نكون مبسوطين لإنه إحنا فرقة وعارفين بعضنا فإذا مثلنا خلاص نكون مرتاحين يعني بهذا الإشي حلو حلو برافو عليك ميسم تحية لميسم مرحبا هلا أنا اسمي غسان رزقات من تفوح الخليل مدرسة السيدة زينب الأسيل للبنات طيب غسان صح؟ غسان كيف أنت كان دورك بالمسرح؟ شو كان دورك بالضبط؟ وكيف كان التحدي بالنسبة إليك ما بين الفرق الموجودة هناك بتونس؟ بصراحة أنا كان دوري أم هلا سارة أم سارة؟ وكنت معلمة انجليزي برضو في مسرحية التعليم في مسرحية التعليم في مسرحية فضة وطوقان كنت عم فضة وطوقان حلو هسا كان هو تحدي كبير جدا هذا احنا كنا بالنسبة للفرق اللي هناك كنا مبتدئين يعني يمكن عندهم ديكورات وكان ازياء كانت عندهم صح كان عندهم مهارات اعلى منا بس احنا قدرنا بمسرحيتنا الكوميدية وكانت عفوية اكثر من الفرق الثاني هم عمليا اللي قصدها تحكي غسان انه عمليا هم عم بيشتغلوا صار لهم فتره طويله يعني في تراكم سنوات في تدريباتهم بينما انتم بجوز فريق تكون جديد داخل المدرسه ورسي عليكم الاختيار فبالتالي كنتم مميزين مع ذلك يعني صحيح هم كانوا في اعضاء كانوا بنفس الفرقه طلاب صار لهم 3 سنين واربع سنين عم بيمثلوا على مسرحيه وهذا الحكي بجوز يمكن الكل بيستغرب منه أصدقائنا يعني في فرق عالمية يعني مشهورة كتير بالعالم بتكون العرض الواحد بتمثل فيه صلها 10 سنين ونفسها بتضلها تتدرب عليه وتتقنه وتعمله وهذا الحكي متعارف عليه على طول وين بكل العالم فبالتالي انتوا قدرتوا رغم انه كانت مسرحيتكم جديدة وتدريباتكم جديدة قدرتوا انكم تفوتوا هاي المنافسة وقدرتوا تفوتوا ترضوا الأذواق اللي موجودة هناك المختلفة فهذا كان حلو بالعكس أنتوا كان عندكم مهارات عالية وتدريبات مكثفة يعني أنا كنت بروح بزوركم بالمكان اللي كنتوا قاعدين فيه في المركز الثقافي بلاقيكم ليل ونهار عم تتدربوا طول الوقت عم تتدربوا فتدريباتكم على طول مكثفة طبعا الفضل بعود لربنا وللأستاذ رياض صوالح والمشروق كانت دائما مشرفة كانوا مناح معكم ولا لؤمة كانوا لا والله كانوا مناح كثير يعني بس هي شغلة انه لمصلحتك هي كانوا فيها انه هذه الشغلة صح طبعا هو شغل المسات والمدرسين هذا واحنا لمصلحتك وابصر شو بتغطونا وبتعبونا وبصحونا من الساعة
اه والله انا حاسه فيك يا غسان، حاسه فيك. بس لا كثير كانت حلوه تجربه ممتعه، وخصوصا انهم كانوا جديد، ما كناش غرباء عن بعض، ما كناش خجلانين. هاي انا فعلا شفتكم زي العيله كنتوا مع بعض. كنا زي العيله ممكن عادي. حبيبتي غسان. هلا بننتقل مع بعضنا لصديقاتنا اللي شاركوا لاحقا يعني بعدكم بعرض مختلف كليا، رح نتعرفهم عليهم، رح نتعرف من اي مدرسه هم، فئه عمريه اكبر شوي، ورح يكونوا طبعا رح يحكوا لنا عن العرض اللي قدموه هناك. مرحبا. اهلين. شو اسمك؟ اسمي ميار بشارات، مدرسه الاقصى. ميار اهلا وسهلا فيك يا ميار. احكي لنا عن تجربتك، شو العرض اللي قدمتوه، كيف تم اختياركم، هاي الكواليس كلها اللي احنا ما بنعرفها. اول اشي انا كنت جديدة على المدرسة، بعد فترة هيك سمعت انه في مسرحية وفي تونس، فقلت واو لازم ادخلها. فبعدها رحت، تخيل قديش حظك حلو، جديدة على المدرسة وقال دخلتي مسرح وقالها. بعدها رحت قدمت تجربة وهيك، فمس زليخة اكبر تحية إلها دربتنا واخترتني واخترت البنات اللي معي. طبعا احنا مش بس هدول الثلاث، في كمان ثلاث يعني مش موجودين، شذا ورزان ورؤى. طبعا تدربنا واخترنا مسرحيات فلسطين تنزف، كانت تحكي عن الدمار في فلسطين بعد مدن فلسطين، كيف من الاحتلال عمل فيها وكيف تدمرت، وانها كيف ان في شيء اسمه حمامة السلام اللي هي انا، كانت تجمع هاي المدن وتحاول تجمعهم مع فلسطين الام. يعني هيك يعني باختصار. حلو المسلم. يعني الواحد حتى لما يحس انه طالع يعمل عرض برا البلد، بحس انه بده يعمل شيء يقدر يخدم فيه ويعكس مطلع. صوره حلوه عن بلده ويعكس الحقيقه والواقع، وخاصه واقعنا مش كل الناس عم تعرفه. صح صحيح، هذا كان هدفنا الاساسي انه نوصل الفكره اللي بتصير عندنا بفلسطين. حسيتوا انكم قدرتوا ميار يعني وصلت للناس الصوره يعني الحقيقيه عن بلدنا؟ هذا شيء اكيد، شيء اكيد، خاصه بعد ما عملنا المسرحيه الكل صار يبكي برضه وصار يحكوا ان احنا معكم بنحبكم، وابصر هيك يعني يبين انه بحبونا. حسيتوا بهذا ال حلو. حبيبتي يسعدك. تعرف عليكي. ريان صلاح الدين، مدرسه الاقصى قدس. انت زمان صار لك مش جديده زيها؟ لا قديمه. فانت كاش في المدرسه وعلى طول ضليتي فيها؟ من زمان يعني برضو انا وحلا يعني كنا من احنا صغار يعني كل شيء. اي صف انت؟ هلا توجيهي. يا سلام توجيهي، والله كثير صعب. صعب التوجيهي، صعب التوجيهي صراحه صعب. لسه ما وصلناش هيك لازم تقوله. شو بعرفنا؟ طيب ان شاء الله بنتمنى لك التوفيق يا ربي. حابه انك تخطو خطوه المسرح كمان ما بعد التوجيهي ولا بس هلا؟ يعني هلا احنا بنحب انه نفيد. انا لقدام انا حابه اني افيد غيري بتجربه المسرح، مش انه لحالي واطور. يعني اكيد بحب اطور، بنفس الوقت بحب انه افيد غيري، انه اشارك في اشياء، اني افيدهم تجربتي في المسرح، اعلمهم اساسيات برضه. حلو حلو. نتعرف عليك. حلا الخطيب، برضو مدرسة الأقصى. مبسوطة؟ أمورك تمام؟ الحمد لله. طب احكي لنا حلا، شو كان دورك أنت بالمسرحية؟ واحكي لنا غير الردود هناك، كيف كانت المنافسة؟ كيف حسيتي العروض اللي هناك؟ وكيف حسيتي يعني عرضكم وسط كل هاي المنافسة؟ كان دوري القدس، المسرحية زي ما حكت ميار. يعني انتو كل شخصية مثلا كانت مدينة، كانت عبارة عن مدن والام اللي هي فلسطين وحمامة السلام اللي بتحاول تجمعهم مع بعض. اللي هي بآخر المسرحية حاولت انه تجمعهم برغم الدمار اللي كان بكل مدينة. انا كان دوري دور مدينة القدس، حكيت كتير عن المعاناة اللي بعيشها، عن الأقصى وعن الشهداء بشكل خاص. يعني المسرحيتنا كانت صح، في كتير كان مسرحيات بتونس، ويمكن تونس عندها من مسرح خلفية أكثر من خلفيتنا عن المسرح، اللي إحنا مش من إحنا صغار بنتدرب على المسرح بشكل خاص. بس مسرحيتنا عشان المضمون تبعها وفلسطين والكل، موضوع القضية الفلسطينية بتأثر فيه، فموضوع مسرحيتنا أثر بالجميع. يعني وإحنا قاعدين بنقدم المسرحية إنه نطلع على الجمهور كانوا متفاعلين بشكل مش طبيعي، خصوصي الشعب التونسي يعني كان كتير بجنن معنا. وتجربة المسرح كانت كتير حلوة، وتجربة السفر كمان. ولما خبرونا حلو السفر للجروب بالمدرسة هيك، والله حلو صح كتير. طب خلينا نسمع من الأستاذ صادق والأستاذ رياض حول هاي التجربة وهاي المشاريع، قديش عم بيشتغلوا بكثافة بهذا الموضوع، وفي إذا في مشاريع قادمة بهذا الاتجاه. لحظة
زيد زيد أنا آسفة أنا آسفة بسيطة أنا آسفة زيد أنا مسامحك عن جد آسفة زيد آسفة آسفة ليش آسفة؟ زعلان؟ لا أعطيكي محارم شو اللي عملتوا أنا بلشت البرنامج من غير ما رحب فيه رحبوا بزيد كتير كتير والله عن جد أنا محرجة محرجة أنا عمري في حياتي ما عملتها أنا لا. عمري عملتها معك زيد لا ولا مرة مسامحني زيد طبعا كتير مسامحك نسمع من الأستاذ صادق نسمع من الأستاذ صادق بس ارجعي لي خلاص زيد أنا آسفة أنت رح ترجع تكمل زيد أنت رح ترجع تكمل أنا موافق أستاذ صادق أول شيء أنا بدي أشكرك شكراً كتير لأنه أنتوا عم تدعموا هدول الأطفال وعم عم تدعموا المسرح بالمدارس وكمان مشاركة مشاركة هدول الطلاب بمهرجانات كبيرة بين فرق كبيرة هذا بحد ذاته إنجاز كتير كبير لوين رايحين بعد هاي المشاركات الدولية اللي إحنا شفناها يسعد مساكم طبعا احنا اليوم انا لن اخذ الكثير من الوقت حتى نترك المجال للطلاب لكن معالي الوزير كنا اليوم احنا في خطوات فعليه انشانا شيء اسمه المدرسه الوطنيه للموسيقى والدراما والفنون حلو هذا المدرسه راح يتابع تدريب الطلاب والمعلمين المبدعين على المسرح والموسيقى والفن انه مشاركات خارجيه ان شاء الله هذا العام الشهر القادم احنا بصدد استضافه طلاب من تونس كمان حلو حتى يردوا للزياره وايضا مشاركاتنا الخارجيه أنا لن يعني أكثر في الكلام لكن احنا نعتبر المسرح أو الفنون في طلاب غير متفوقين دراسيا لكنهم مبدعين في هذا الفن وفي غيره من الفنون هذه الإبداعات تفسح المجال للطلاب جديدنا أيضا أنه احنا حاليا من خلال يعني مديرية نابلس نعكف على تحويل قصة طلال بن أديبي اللي بتحكي حياة رجل الأعمال الفلسطيني طلال أبو غزالي لمسرحية وعرضنا الأول كمان راح يكون في الأردن إن شاء الله جميل. حلو كتير تحية للأستاذ صادق يعني زي ما سمعتوا أصدقائي الأطفال اطمنوا الأيام الجاية في مشاريع كتير مسرح بالمدرسة ولازم نشد الهمة كتير الشاطر أكتر اللي بده يشتغل أكتر على أفكار جديدة على مسرحية جديدة على عروض جديدة تنافس محليا أولا وبعدين رح تنافس دوليا جاهزين الكل المهم؟ الكل جاهز؟ جاهزين؟ طيب أستاذ رياض يعني أنا حضرت معك تجارب فعلية على أرض الواقع فكرة أنه أنكم تأخذوا أولاد وبنات من فلسطين للمشاركة في عروض برا وإحنا حكينا قبل شوي أكيد أنتوا تعبتوا عليهم ولكن التجربة جديدة كان في تخوف من قبلك أمام هاي المنافسة وكيف واجهت هذا الحمل وهي المسؤولية خارج فلسطين مع مجموعة كبيرة من الطالبات اللي مثلوا فلسطين برا البلد سؤالين يعني سؤالين السؤال الأول يعطيكم العافية هو التخوف كان قائم في البداية قبل المشاركات الأولى من البدايات لما شاركنا في مهرجان المسرح الأوروبي في سنة 2011 دعينا لليونان للمشاركة في مهرجان مسرح أوروبي وكنا ضيوف شرف هناك في المهرجان لكن بعد الفيدباك أو التغذية الراجعة من القائمين على المهرجان لأداء طلبة فلسطين هذا التخوف فيما بعد أزيل أحدهم قال لي من الكتاب المسرحيين الأوروبيين المعروفين قال لي حضرت مسرحيات بعدد شعر راسي باللغة العامية لكن لم تؤثر في مسرحية كما أثرت لي في المسرحية الفلسطينية جميل مسؤولية الطلاب نعم. مسؤولية الطلاب هي مسؤولية يعني مش سهلة لكن إحنا والصبايا حكوا وأثني على ما قالوه انه احنا بنعتبرهم هم ابنائنا لما بنخرج من هون وفعلا العلاقه بتتوطد بيني وبينهم ويعني ما قالوه من تاثير المسرح على شخصياتهم هو واضح لوجودهم على المسرح الان الكثير منهم انا متاكد لو انه لم يؤدي او لم يشارك في المسرح فيما قبل لم يكن له حضور في هذا صحيح. في هذا المكان واؤكد على انه هذه التغذيه ايضا لم تقف عند على حد الطالب بل ايضا في ورشات المعلمين هناك العديد من المعلمين لم يكن له ذلك الحضور امام الجمهور قبل تأدية تجربة المسرح شكرا كثير استاذ رياض تحيه استاذ رياض فاصل
فاصل قصير، فاصل قصير رح نرجع ونتعرف على أصدقاء جدد كمان. شكرا لكم حبيباتي، انتم نورتونا والله. تعرفوا اني قديش صار لي بستنى في هاي الزيارة؟ والله كثير سنة صار لنا، تقريبا سنة، سنة بنخطط لهي القعدة، مش ضابط سبحان الله، كل شيء معقد. المهم لا مش كل شيء معقد، تفاعلوا بالخير تجدوه. عموما فاصل قصير رح نرجع نتعرف مع بعض على مجموعة كثير حلوة كمان حابة انها تشاركنا تجاربها ودورها بمسرح المدرسة. خليكم معنا. على ديني على ارض تلاقيني، انا لاهلي انا فديهم، انا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، انا دمي فلسطيني. بجنن يعني بحضور كل الأصدقاء. قبل ما نروح بحوارنا مع الأصدقاء المميزين اللي انضمونا هون على طبعا في استوديو بيت بيوت والمسرح، رح نشوف مع بعضنا عرض دبكي لصديقاتي من مدرسة فيصل الحسيني. أول شيء خلينا نرحب فيهم، تفضلوا. Hey, hey.
شاير من مدرسة فيصل الحسيني. شكرا شكرا، مبسوطين؟ خلاص مدرسة فيصل الحسيني. طبعا هلا رح نشوف عروض تانية من أصدقاء جونا من أماكن مختلفة، ولكن خلينا نتعرف أول شيء على باقي الأصدقاء اللي وصلونا كمان من مدن مختلفة لحتى يحكونا شو بيعني لهم المسرح وشو استعداداتهم للمنافسة القادمة في عروض المدرسة. مرحبا. أهلا. شو اسمك؟ اسمي ملاك ابو حسن، مدرسة بنات ابو بكر الصديق سور باهر هي من القدس. اهلين ملاك، احكي لي شو بيعني لك المسرح؟ باختصار اعطني مسرحا اعطيك امه، يعني هاي الجمله تعبر عن كل شيء بيعني المسرح، لانه المسرح عباره عن مراه بيعكس شو الناس بحسوا، بيعكس ايش مشاعرهم، ايش احلامهم، ايش طموحاتهم، لوين بدهم يوصلوا لبعدين. بالنسبة لنا احنا جبنا مركز الثالث على مستوى الوطن بهاي المسرحية. كان يعني تحدي كبير لنا، لانه بالسنة اللي قبلها ما كنا يعني كنا مقدمين، بس ما ان شاء الله الايام الجاية ان شاء الله. تحية لها. شكرا. شو اسمك؟ تيا كعكور. كيفك تيا؟ تمام. اخبارك تمام؟ الحمد. مشاركة بفريق المدرسة بالمسرح؟ طبعا. احنا مين عم بيختار لكم المواضيع؟
مديرة المدرسة سيرين أبو عيشة ساعدتنا كثير. إحنا من مدرسة ياسر عرفات أخذناها المرتبة الأولى على مستوى الوطن بالعمل المسرحي. جميل، تحية لمدرسة ياسر عرفات. كانت تجربة كثير حلوة، حبينا العمل الجماعي مع بعض، كنا زي الخوات مع بعض. يعني عمل مسرحي اكيد لازم نكون فريق يعني كثير متآخي. شكرا كثير لك. شو اسمي؟ اسمي رزان عبد الرحمن خضر، من مدينة طول كرم، تحديدا قرية دير الوصون، مدرسة بنات دير الوصون الثانوية. جميل، اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكي. احكي لي، انتوا ضمن مجموعة، ضمن فريق مسرح بالمدرسة؟ اكيد. قديش لكم؟ في البداية احنا كنا لما طرحت فكرة عمل المسرحي مدرستنا الأستاذة دانا غانم اقترحت علينا العمل المسرحي وحكت لنا فكرته. عملنا مجموعة، كونت السيناريو والفكرة، فكرة المسرحية. بلشنا تدريبات من شهر 9 وحصلنا على المركز الثاني على مستوى الوطن. جميل، تحية لإلهم. مرحبا. أهلين. الكرسي تبعك مريح على فكرة، صحيح واطي بس مريح صح؟ صح. شو اسمك؟ منتصر بالله ناجي أحمد زيدان. منتصر بالله، كيفك؟ الحمد لله. مبسوط؟ من وين؟ من أي مدرسة؟ من مدرسة الكند الأساسية للبنين، بني نعيم، مديرية التربية. يا سلام، من بني نعيم جايينا، تحية لبني نعيم كلها. طيب، مشوار طويل طبعاً، أنا بعرف قديش بعيد، كل المحافظات طبعاً، طول كرم، اليوم اللي أجونا من نابلس، اللي أجونا من قبلان، اللي أجونا من الساوية، اللي أجونا من نابلس، اللي أجونا من كل المدن والقرى المحافظات، تحية لهم. وإذا نسيت حدا ذكروني. رام الله، مش رح ننسى رام الله، بيت صفافة طبعاً. في حدا كمان؟ باكل قتلي زم هذا. خليل، خليل كل هالخليل. تفوح. طيب، مبسوط؟ انت ضمن فريق المسرح بالمدرسة؟ اكيد. احنا عملنا اول شيء مسرح اسمها الارض المقدسة. حلو. حصلنا على المركز الاول على مديرية شمال الخليل. جميل. ثم حصلنا على المركز الاول على جنوب فلسطين، بعدين حصلنا على المركز الثاني على مستوى فلسطين. حلو كتير، تحية لك صديقي. وللمسرح وللمدرسة كمان. تعرف على صديقي؟ مساء الخير للجميع. شو اسمك؟ بحب اعرف عن حالي، هيثم مصباع بن نعيم أزعر من قبلان. أهلا وسهلا فيك يا هيثم، أمورك تمام؟ الحمد لله. إحنا لازم المفروض نشوف إشي له علاقة مدرستكم صح؟ نشوف هلأ؟ وإنت بتحكي، احكي لنا عن العرض، إحنا رح نشوف. يلا. طبعا مسرحية عودة ناقصة جابت المركز الأول على مستوى الوطن. تحب المسرح؟ طبعا كتير؟ طيب كمل. كان دوري فيها الراوي، وما بننسى جهود الأستاذ أبو محمود والأستاذ أحمد خميس. يا سلام، يا الله شو هالانتماء. إحنا بنحب أساتذة المسرح زي ما بنحب أساتذة العربي والرياضيات صح؟ طيب لا والله العظيم أنا أعز معلمي عندي لحد اليوم مدرسة العربي، بحبها كتير كتير، ما بمزح يعني. أنت حر، إذا عندك رأي تاني أنت حر. كمل. بوجه تحية لفرقتنا المسرحية. أنا هي بلال وقصي وعبد السلام. هو ما بنسى جهود الأستاذ أحمد خميس عمله. يا سلام. طيب مو مشان. طيب احكينا عن مسرحيتكم. مسرحيتنا عودة ناقصة كانت بتحكي عن دور تهجير في أراضي 48، بتحكي عن 2 إخوة كانوا يلعبوا مبسوطين، فالاحتلال بوجم عليهم طخ الأخت الصغيرة، بعدها بهجر العائلة كاملة. يا الله شو مؤلم. احنا عمليا من خلال المسرح لما نحكي عن واقعنا هذا الحكي بيكون مؤلم وموجع. احنا نفسنا لما نتخيله بعمل مسرحي ولما نشوفه بعمل مسرحي بنكون موجوعين عليه، فما بالك الواقع اللي عم بنعيشه. بس لانه احنا قويين وارادتنا قوية رح نتحدى كل هاي المعيقات اللي خلقها، اللي عملها، اللي صنعها الاحتلال صح؟ صح. شكرا كثير. نسمعك. مرحبا. اهلين. شو اسمك؟ انا اسمي عبد الله عدنان احمد حسين من مدرسه ذكور قبلان النساويه. مثلنا تجربه حلوه كثير، تحكي عن 48 48 والنكبه وشو صار فيها. هاي التجربه عن 2 اخوه صغار كانوا يلعبوا. شو كان دورك انت فيها؟ انا الطفل الصغير. انت طفل صغير. طيب كانوا يلعبوا، اجى الاحتلال طخ اختي مثلا،
وبعد 50 سنة 70 سنة رديت رجعت وكانت اسمها عوضي ناقصة. وما بنسى وجه تحية لأستاذ عدنان أحمد حسين اللي هو أبوي. يا الله هلأ أستاذ كمل أستاذ أحمد خميس وفرقتنا قصي وبلال وعبد السلام. حبيت أستاذ حبيت. طيب شكرا. بدك كمان تحكي. وقد شاركت في مسرحية بتحكي عن هيئة مكافحة الفساد بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم. برافو عليك لأنه إحنا كلنا بنكافح مركز الفساد. جبنا مركز عالي من الست فرق. برافو عليك. وحلو الأفكار، حلو إنه إحنا بنرفض كل إشي غلط عم بيصير بمحيطنا، لأنه إحنا ناس شاطرين ومناح، بدنا نرفض بالطرق هاي، نعرض كل الأشياء، معالم الأشياء غير المقبولة بمجتمعنا لحتى ما يكون لها وجود. شكراً كثير لك صديقي. أنا عمر فؤاد أبو جرور من بن عيم من مدرسة الكندي شمال الخليل. طبعاً إحنا كان عنوان مسرحيتنا الأرض المقدسة. وبقدم الشكر والتقدير للأستاذ محمود طرارة والأستاذ منير الخضور لأنهم كانوا هم الاثنين اللي تعبوا علينا والأشرفوا على هذه المسرحية. وكان دوري أنا المغني في هذه المسرحية. بتغني؟ صوتك حلو؟ سمعنا إشي هيك صغير؟ أنا بدي أغني موال عراقي حتى بحيي فيه القدس والوطن الفلسطيني. يلا. حلاوة وطيب للياكل من تمرنا حنا نسمع كلامك من تمرنا تميل البصرة كلها من تمرنا حلاوة وطيب للياكل من تمرنا حنا نسمع كلامك من تمرنا تميل البصرة يا عيني عليه سقف لإله. شكرا 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 كثير. صوتك بجنن وجعبانا نسمع اكثر. بس في حدا بدوش فيي قاعد على الاربيس لو سمحتي، ولا في ناس كثير بدها تشارك لو سمحتوا بسرعه بسرعه بسرعه. طيب اكيد بدنا نشوف عرض دبكه وبدي ارجع للاصدقاء هون، بس بدي اروح مشوار. استاذنكم يعني بدي اروح. لا 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 ما تروحوش، فاصل ما تروحوش، انا جاي هون. اوكي 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 يلا مرحبا. شو اسمك؟ منى. منى ما احلاك يا منى، شو لابسه بجنن كثير، لبسك حلو. مين عملها هاي؟ هبا كمان وجاس. هاي اللبسه مين عمل لك اياها؟ مس ابيا. مس ايش؟ عبله. مس عبله يا سلام ما احلاها لبستك بتجنن. وين طلعي؟ طلع عمو خالد بده يصورك. حلوه عمو خالد، حلوه بتجنن، بيقول لك بتجنن كثير كثير. امسك الميكروفون عشان انا بدي افرجي الاولاد قديش رسمك حلو. يا الله شو رسمك حلو بجنن. طلع طلع، شايف يا خالد قديش رسم صديقتي حلو؟ شايف بتجنن. افرجيهم الرسمه هاي، بدك تحكي عنها ولا افرجيهم الرسمه الثانيه؟ انت رسمتيها صح؟ طبعا احنا اللي بنرسم، ولا بتفكروا حدا برسم لنا يعني؟ شطوره. طيب وهاي الرسمه، هاي رسمة بنتين، مين هدول البنات؟ مين؟ احكي على الميكروفون، مين هدول البنتين اللي رسمتيهم؟ مس مشوار معلمتها. مس مشوار، حلوة مس مشوار هالقد؟ الله، جعبالي أشوف مس مشوار على الطبيعة. بتحبي ميكي ماوس؟ كثير رسمك حلو. هذا الشغل منى. شغلك بجنن بجنن بجنن. يا الله شو حلو حبيبة قلبي. هاي الألوان حلوة، تحبي اللون الأصفر؟ أنا بحب الأصفر كثير. هدول كلهم أنت رسمتيهم؟ أنا. طب شو بدك تصيري لما تكبري؟ رسامة؟ شو بدك تصيري؟ تحية أكبر وأكبر. حبيبتي شطورة. أرجع؟ أنا رجعت يا جماعة. هذا لمين؟ تيجوا نشوف دبكي وبعدين نكمل؟ أوكي تعالوا نرحب بفرقة الدبكي بمدرسة محمود درويش. يلا
ساكن السنة زين مهما جرى ومهما حصل كله في فلسطين بعرف أهان وعزبوا دعوا الكرام وأرهبوا ثيابك بدمك خضبوا ما في شرف أو دين ما في شرف أو دين ساكن السنازين مهما جرى ومهما حصل كله في فلسطين بعرف أهان وعزبوا دعوا الكرام وأرهبوا ثيابك بدمك خضبوا ما في شرف أو دين ما في شرف أو دين لما يا أم تكبلت عيوني خلف السور كاس المذل اتجرعت صار القلب مدهور الله الله برافو 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 زيد حبيبي انت هون انا اسف زيد اسف اسف زيد بس لا انا كثير يعني بس انا كثير مستمتع مستمتع نعم كثير تمام مرحبا خير كيفك تمام الحمد لله شو اسمك اسمي رواند عبد الرحمن عقل من مدرسه ياسر عرفات في نابلس اهلا وسهلا فيك حبيت احكي عن المسرح انه هو فن وتراث وهو إثبات لهوية الشعب الفلسطيني بيوصل قضية الشعب الفلسطيني بطريقة تانية وبيخلي إنه يفهم الطفل الصغير شو هي قضية الشعب الفلسطيني وكانت مسرحيتنا بتحكي عن هذا الإشي وخصوصا كيف إنه الفلاح الفلسطيني متعلق بأرضه بشكل جميل. بشكل يعني كتير رهيب وكانت تجربة المسرح كتير حلوة وبشكر معلمتي المس سهير الشيخ اللي تعبت معنا بشكل يعني بشكل رهيب تعبت معنا لانه طلعنا المستوى الاول على فلسطين في المسرح كانت تجربه رائعه كثير حلوه وبتمنى اني اعيدها كمان ان شاء الله حبيبتي شكرا لك شو اسمك مرحبا مرح ابو عرب مرح مرح اهلين يا مرح وانت مرح هيك حبيبتي مرح احكي لي عن تجربتك بالمسرح المسرح ما كان يعني لي شيء كبير قبل تجربتي فيه كان زي اي كل شخص بالنسبه لك يعني ما كانش مهم قبل ما تفوتي فيه كنت مفكره انه مجرد الواحد ياخذ سيناريو ويطلع على المسرح يحفظه ويلقي بعد تجربه ومره ومرتين وثلاثه وتدريب مكثف يعني شفت انه المسرح شيء مو بسيط المسرح هو تعبير عن مشاعر جواتك وعدة شخصيات تطلعيها وانت بتمثلي لهيك هذا الفن لازم الكل نحترمه اكيد طبعا هو طبعا شيء كثير كبير بالنسبه لنا شكرا يا مرح شو اسمك علي الاستاذيه من نابلس ايش علي الاستاذيه من نابلس علي كيفك الحمد لله تمام علي انا بدي ادعوك الحلقه القادمه تيجي لحتى تقدم لنا عرض هون أوكي؟ لانه قالوا لي عنك انه انت شاطر ويبدو انه انا في كثير حدا بكركبوا في الدنيا بيقولوا لي ولا اخلص بسرعه ابصر شو فانا لازم ما اخذكش في العرض فعشان نستمتع اكثر يكون الحلقه من اولها بزبط بزبط علي بزبط. طيب انا بدي اروح اشوف في اصدقاء هناك بلاش يزعلوا اعطيني المايك بعد اذن الاصدقاء هون بدي ادعو كل الاصدقاء اللي عندهم شغف وبيحبوا المسرح فيكم تنضموا لمسرح الاطفال في تلفزيون فلسطين فيهم ولا بتحسوا انه احنا داخلين على خطكم اكيد اكيد التربيه والتعليم اكيد اكيد ولا بتزعلوا تمام اذا الاصدقاء كلكم اللي بيحب عنده يعني حب للمسرح فيكم تنضموا لمسرح الاطفال في تلفزيون فلسطين وتكونوا من فريق المسرح اللي عندنا اذا بتحبوا اهلا وسهلا فيكم طب انا رايحه مشوار صغير هون بدي اشوف حد من اصدقائي رقية شو عن شو كنت بتحكي رقية مرحبا كيفك الحمد لله شو اسمك منى كتيبة كيفك يا منى مبسوطه بتحبي تمثلي؟ يا سلام منا زقفوا لمنا تطلعي لهون يا منا روحي تطلعي هناك
جميل. شو اسمك؟ نور عدلي. نور تطلعي هناك؟ شو بتحبي تعملي يا نور؟ بحب أقدم قصائد. يا سلام شطورة يا نور. أنت؟ اسمي بسان أحمد. توقفوا عشان عمو خالد يشوفكم. يلا. اسمي بسان أحمد فتحي ملايشة وبطلع على المسرح بحكي إذاعات يا سلام زقفي لكلهم. شو اسمك؟ بيسان ياسر. كمان بيسان. طيب شو بتحبي تعملي بيسان؟ الحفظ والإلقاء. الإلقاء. طلع على عمو خالد عشان يشوفك. حلو. وانت شو اسمك؟ معتز محمد. معتز محمد. وشو بتحب تعمل يا معتز؟ بحب الدبكة ولعب الشطرنج. يا سلام بدي زقف لكل أصدقاء اللي هون. أهلا 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 أهلا. طيب بدنا نحيي مع بعضنا صديقتي توتو. تالا الحلو اليوم معنا. تالا يا أصدقائي قدمت برنامج ساعي البريد معنا في فريق الأطفال. فتالا كتير كتير شطورة. مين من الأصدقاء هون بحب يعرفنا على حاله؟ يلا الميكروفون بسريع بس بتعرفونا على حالكم. يلا انا بدي استناكم هون. اوكي يلا. انا الطالبه ليلاس هني سلامين من مدرسه فيصل الحسيني. اهلا وسهلا فيكي ليلاس. تعرف عليكي. انا مس اسمي منى نبيليه حيد هادي. مس على فكره انا مش مس ما صرش معلمه. طيب منى من مدرسه فيصل الحسيني. اهلا وسهلا فيكي يا منى. انا اسمي رنو صوافطه من مدرسه فيصل الحسيني. يا سلام حضوري منيح لمدرسه فيصل الحسيني. انا دينا دياب صف تاسع من مدرسه فيصل الحسيني. اهلا وسهلا. انا اباء زياد من صف تاسع من مدرسه فيصل الحسيني. يعني كلكم فريق مع بعض اصحاب. انا دانا خليليه من مدرسه بنادل الاخصون الثانوي للبنات. شو جابك عندهم؟ طيب حبيبتي اهلا وسهلا فيكي واهلا وسهلا فيكم. حد فيكم بحب يعرفنا على حاله؟ يلا. شو اسمك؟ حلا. حلا كيفك يا حلا؟ لبستك كتير حلوة. أي صف؟ رابع. رابع؟ حلو إن شاء الله بتصيري بأحلى المواقع يا رب. طيب نشوف مين من الأصدقاء اللي كانوا حابين. شو اسمك؟ شام. شام كيفك يا شام؟ الحمد لله مبسوطة. هاي شام. هاي شام يا أم فراس. حلوة شام طالعة على الكاميرا؟ الله شطورة يا شام شطورة شطورة. يلا سريعا تعرفونا عليكم. انا راما مدحت ابو دقه من مدرسه محمود درويش. راما كيفك امورك تمام؟ اهلا وسهلا. انت دبكتي معهم؟ كثير حلوه دبكتك يا راما بتجنني انت. انا ايه من مدرسه محمود درويش الصف الرابع. حلو. انت شو اسمك؟ تمسكي الميكروفون. يلا دارين من مدرسه محمود درويش الصف الرابع. وانت شو اسمك؟ ليليان. كيفك يا ليليان؟ الحمد لله مبسوطة؟ كتير حلوة. مين شرى لك النظارات هدول؟ ماما. حلوة مزوقة ماما. حلوين النظارات وبلوزتك كتير حلوة بتجنن حبيبتي. وانت شو اسمك؟ زينة. زينة شوفوا بدي أقول لكم إشي. عمو هلأ قال لي يا الله هدول الولاد كلهم اللي بهذا الصف ما أحلاهم كلهم طلعوا بجننوا. انت أبو الأحمر شو اسمك؟ كريم. كيفك يا كريم؟ الحمد لله كريم. أنا بحبك كتير وبحبكم كلكم. وقف كتير وقف شوي كريم. ها طلع هون. مش قلت لكم بجنن كريم. كلهم حلوين. شو اسماءكم؟ سالي. ايه سالي ويسرى. يا ما احلاهم بجننوا هيهم. طب شوفوا انا بعرفش انت حقيقي بتحكي لي انه خلص البرنامج عمو المخرج. بدي اعيط والله زعلانه كتير. انا زعلانه يعني مش عارفه شو بدي اقول لكم. بس انا زيد انا اسفه كثير. انا اليوم حاسه حالي غلطت في حق الكل. زعلانين صراحه؟ زعلانين عن جد؟ زعلانين زعلانين. مش راح اخلص على فكره. مش راح انهي في نشره اخبار. زعلانه زعلانين. خلص اسمعوا انا مش راح انهي الا لما تقولوا لي بطلنا زعلانين. اوكي خلص. ها مين اللي رافع اصبعه؟ انت ام الاسود؟ طب تعالي بسرعه 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 بسرعه. يلا قولوا لي انكم مش زعلانين. مات بحياتكم مات انبولي ضميري. كلكم زعلانين؟ ليش؟ بطلتوا زعلانين؟ خلاص بطلتوا زعلانين؟ يلا تعالي اتعرف عليكي. شو اسمك؟ انا ملك فادي سكيرجي
مدرسة فيصل الحسيني صف سابع. اهلا وسهلا في ملك. وبما انه ملك عرفتنا على حالها وبما انه احنا تعرفنا على اصدقاء مميزين وشفنا اليوم اطمنا على المشاريع القادمه للمسرح في التربيه والتعليم، يعني احنا رح نفوت على مسرح كثير حلو يا اصدقائي، فانا بدي هلا خلص يعني اروح وانهي البرنامج وانا بالي مرتاح وضميري مرتاح وكل شيء مرتاح. تمام، انتم مرتاحين مبسوطين متفائلين بالمشاريع القادمه؟ بشكركم عن جد على حضوركم من الأماكن المختلفة، أنتم نورتونا وأضفتونا كتير إشياء حلوة اليوم للبرنامج وبحبكم كتير. شكرا للأستاذ صادق خضور على اهتمامه ودعمه، شكرا للأستاذ رياض، شكرا لكل الأساتذة اللي أجونا من شروق اللي أجتنا من الخليل، الأستاذ منير، كل الأساتذة طبعا اللي أجوا هون اليوم مع طلابهم، بشكركم بحبكم كتير ونورتونا، وإن شاء الله حلقات قادمة رح تكونوا أحلى ضيوف لإلنا في بيت بيوتي. إلى اللقاء.